أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح انطلقت منذ 6 سنوات الأستاذ فادي الأزهران. فادي عبد الوهاب، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا أهلا وسهلا. أستاذ فادي، نتعرف في حضرتك بالبداية. أنا فادي عبد الوهاب من سوريا، حبيت كون انطلاق نجاحي من الإمارات لأنه دولة الإمارات دائما من المتفوقين. نعم. ودائما الواحد بيشوف حاله بيشوف نجاحه أكثر دولة هي دولة الإمارات. صحيح. أستاذ، إيش قطاع عملنا اللي نعمل فيه إحنا؟ قطاع عملي بلشت بالسيارات. نعم. أنا مجالي مجال سيارات. أول شيء بلشت تصليح وصيانة السيارات. صحيح. اللاكشوري اللي هن البورش والفراري والرانج والأودي. صحيح. وشوي شوي تطورت للتجارة. أستاذي، حسب ما حكيت لنا أو حضرتك خبرتني قبل اللقاء إنه عندك عشق لسيارة البورش، خلينا نقول عشق لتصليح سيارة البورش. هي. تحديداً. هي. هذا الحكي من أيام سورية، خلينا نحكي، أو من أيام زمان زمان أنت عم تشتغل في هذا الشيء من قبل قدومك لهذه الدولة. صحيح. هلا أنا نفس مجالي هذا كنت أشتغله بالكويت. صحيح. ونزلت على سوريا، كفيت نجاحي بسوريا الحمد لله، وجيت على الإمارات حاولت إني أكبر أوسع مجال عملي. بلشنا حسب ما حكيت او حسب ما خبرتنا، بلشنا على قدنا، خلينا نقول، او على قد حالنا بلشنا. اي انسان بلش يكون بشغله زي استاذي، اسسنا في الامارات شغلنا على قد حالنا، خلينا نقول. ايه. وبلشنا نتطور شوي شوي. حضرتك خبرتنا انه كنا على قد الحال من 2012 لل 2013، خلينا نحكي، او من 2000 مو على قد الحال. اها. جيت لهون بلشت لأنه كنت ما أعرف كيف نظام الشغل بالإمارات. صحيح. فبلشت هيك على مستوى صغير. حلو. وشوي شوي تطورت. سبب التطور كان هل لوجودنا لإقبال الناس أو لأن الناس عم بتيجي علينا بكثرة، صار الموضوع بلزم أنه أنا أتوسع على مستوى أكبر، أم هو التوسع مطلوب في مجال بزنسنا، خلينا نحكي؟ لا، لما شفت نجاحي بلش يتطور، يعني الحمد لله وصلت سمعتي للدول المجاورة. أه. الدول المجاورة الحمد لله وصلت سمعتي وصارت العالم تجيني من برا، فهالشي خلاني اني شجعني اني اتطور. الأزهران كهرباء ميكانيك دهان على احدث مستويات الأجهزة. هذا الدخل تفصيليا اكثر بدنا نعرف. فكرة السمكرة والصبغ ما كانت بالحسبان يعني. بلشت أنا بالسيارات اللي هي صيانة السيارات على مستوى صغير. طيب. بما أنه كنت جديد بالدولة وشوي شوي حاولت أني أتطور. طيب. لما اتطورت حبيت نزل شيء جديد اللي هي السمكرة والصبغ. السمكرة والصبغ صلى عندي 2 سنين. والحمد لله نجحت فيها. لقيت إقبال من الناس. لقيت إقبال. إيه، لقيت إقبال كتير الحمد لله. وحكيت لي على أحدث الأجهزة، إيش الأجهزة اللي إحنا بتلزمنا في مجال عملنا أو في قطاع عملنا؟ السيارات هاي اللي عم حكيك عنها هلأ، بما إنه نحن صرنا بعصر 2017. صحيح. ما عاد ضل أعطال السيارات نعرف عن طريق النظر أو عن طريق. صحيح. يدوي، كلها على أجهزة الكمبيوتر. صح. اضطريت إني أشتري أجهزة كمبيوتر نفس أجهزة الوكالة، وعندي أونلاين دايركت يعني مع ألمانيا. صحيح. في سيارات بتجي لهون لعندي حصرا من أونلاين. يعني أي سيارة بتفوت عندنا قدرة إنه نعرف أو نكتشف الخطأ فيها عن طريق أجهزتنا، وحتى ممكن مع تواصل مع الشركة الأم إحنا بنتواصل دايركت. ما بنتواصل إحنا مع شركة الأم لأنه إحنا ما لنا شركة الأم دائما ما بتعطي شيء لبرات الشركة. صحيح. فنعرف الأعطال كلها عن الأجهزة. نعم. الأجهزة، فأنا عندي خلفية كتير كبيرة عن أجهزة الكمبيوترات للسيارات. صح. وبغض النظر أنا هي المصلحة بعشقها، يعني هوايتي. حضرتك خبرتنا، والهواية هي أكتر مصلحة أو أكتر شيء ممكن يتطور مع البني آدم. إذا إحنا دمجنا الهواية في العمل راح يطلع عنا إشي، خلينا نحكي، بيور أو إشي كتير بروفيشنال. صح. يعني. فدائما الإنسان لما بيكون هاوي شغلة بينجز فيه وبيفلح فيه وأكتر ما بيكون مثلا بده يختص بهذا المجال. صحيح. هوايتي أنا اللي قوتني. صحيح.
حضرتك خبرتنا انه كل اجهزة الوكالة بالنسبة للسيارات اللي حضرتك خبرتنا في اسمائها ممكن نعرف اسماء السيارات اللي احنا بنشتغل فيها او البروفيشنال فيها احنا هي. هلا عندك البورش، عندك البنتلي، عندك الفراري، اللامبورغيني، الرنج، الاودي. احنا بنحكي عن سيارات رواد، هم ناس من الطبقات الفوق الوسطى، خلينا نحكي ناس رواد، هاي سيارات ناس تهتم في السيارة، بتهتم في شو معنى السيارة. هذا المؤاخذة اللي بيركب اوديا وبيركب بورش او بيركب احد من هاي السيارات بيكون عارف انا رايح فلوسي لوين، وبالذات اذا بده يجي عندك برضه بده يعرف وين معطي فلوسي انا لمين. فاحنا قدرنا نوصل لهاي السمعة انه صاروا يأمنونا على هيك سيارات في هذا الكراج اللي احنا فيه. طبعا السمعة الطيبة كيف تكونت وكيف تطورت؟ من المصداقية اول شيء. نعم. ومن الصراحة، انا جدا صريح مع زبوني. نعم. وهي هالشيء اللي سبب لي النجاح. أستاذي بلشنا في العمل كم موظف كان عندنا؟ بلشت بالعمل كان عندي موظفين. نعم. ما زالوا معنا لهلا؟ طبعا. وباقية الموظفين الثمانية التانيين، احنا بنعرف انه عندنا اكثر من 8 موظفين موجودين هون عم بيخدموا حضرتك، زي ما خبرتنا انه انت 12 ساعة متواجد حتى في العمل كمان. طبعا. كيف قدرنا نعمل هالتيم وكيف دربناهم بما انك انت شخصيا اللي مدربهم منك انت، كيف قدرنا نعملهم؟ ولما سالتك عن علاقتي فيهم، علاقتك فيهم قلت لي احنا اسره، هاي الاسره كيف تكونت وكيف تطورت وكيف حلينا مشاكل هاي الاسره كلياتها؟ هلا اول شغله انا دربت الاثنين اللي كانوا عندي بالاول، فلما وسعت مجال عملي وكبرت فما عاد يعملوا شيء مع الاثنين، اكيد بدي اكبر العماله. صح. الاثنين اللي دربتهم اول شيء ساعدوني بتدريب الباقي. صح. وعلاقتي معهم لشغيلتي لهم فضل علي. صح. لهم فضل لانه دائما الشغيل باي عمل. نعم. يا هو اللي بيرفعك يا هو اللي بينزلك بالشغل. صح. يا بتلاقي هو يا بيضرك يا بيفيدك. صح. فمعاملتي معهم مثل كاخ واخوه. صح. ومبني انا وياهم اسرة واحدة لانه بنشوف بعضنا اكثر ما نشوف الواحد عيلته والبيت. صح. استاذ فادي، موضوع التطور دائما احنا او كل شخص بتطلع على موضوع التطور. خلينا نحكي لو بدي اسال استاذ فادي على البعد القريب، ايش عم بتخطط وايش بدنا نعمل على البعد القريب؟ عم بخطط هلا ان شاء الله بدي افتح فرع ثاني بدبي. نعم. وبدي افتح معرض سيارات ثاني بدبي. نعم. عسير معرض السيارات، خبرتنا من 3 سنوات من 2013 صرنا نتاجر في السيارات وصار لنا اسم على مستوى تصدير لخارج الدوله. ايه. الازهران شو السيارات برضه بيصدرها؟ هل هي بنفس المجال ام برضه احنا مختصين بانواع سيارات ثانيه في الاستيراد والتصدير؟ نفس المجال. نفس المجال، هي السيارات اللي بنحكي فيها لما فوق الكلاس اللي فوق الهاي. بالضبط. صحيح. اكثر روادنا من مدينه الشارقه ام من على مستوى جميع دوله الامارات عم بيجينا رواد بكثره؟ خلينا نحكي الرواد اللي بتجيني من دولة الإمارات ومن خارج الإمارات. من خارج الإمارات. أستاذي إحنا عندنا بالإمارات أكثر من 201 جنسية مختلفة موجودة حالياً. 201 جنسية مختلفة، الكونكشن معهم صعب خلينا نحكي، بالنسبة ل 182 لغة مختلفة موجودة في الإمارات. هل إحنا عندنا القدرة على التواصل مع كل هاي اللغات أم إحنا مستهدفين جنسيات معينة عم نتعامل معها؟ الجنسيات أكثريتهم اللغة الموحدة هي الإنجليزي. صحيح. فبما إنه عندي انجليزي ما بيصعب علي شيء. هذا النقطة اللي احنا بنركز فيها دائما عندنا هون، لأن الناس بتستغرب بتقول لك إنه هل حتى الكراج أو حتى عم يعملوا كونكشن مع بعض في الإنجليزي؟ وهذا هو السؤال احنا اللي دائما بنركز عليه أنا في حلقتي وتدريبنا لهدول القطاعات، هل احنا بندربهم كمان باللغة الإنجليزية أم كنا ندربهم باللغة العربية؟ بالنسبة للجنسيات اللي احنا دربناهم عندنا في الشركة، ايش اللغة اللي كنا ندربهم فيها؟ انجليزي، لانه الجهاز كله انجليزي. نعم. استاذي زي ما حكينا الطموح ما له حدود، وانا سالتك بعد على البعد القريب وانه يكون حضرتك خبرتني انه في دبي او في منطقه القوز تحديدا انت عم بتدور على فرع جديد. اذا سالت انا الاستاذ فادي كمان 5 سنوات وين بتجد نفسك؟ وين بجد نفسي؟ بالامارات. صحيح. شو بالامارات البوزيشن او شو بدنا نوصل في الامارات كمان 5 سنوات كطموح او كفيجن احنا بنطلع فيها على بعد؟ هلا عم فكر هون بالامارات الانسان بدي بعد بدي اطور حالي اكثر واكثر. صحيح.
بعد ما اطور حالي اكثر واكثر ممكن يصير مجالي برا الامارات ان شاء الله. استاذي احنا سالناك عن شركات السيارات او احنا ايش اكثر السيارات او اكثر الصعوبات اللي واجهناها وتعديناها بالنسبه لتصليح السيارات. حضرتك خبرتني انه ممكن انه سياره في الوكاله تضطر الوكاله انها بدها تغير لك القطعه يسحبوها من الوكاله ويجيبوا لك اياها وانت تقدر تتخطى هاي المشكله. طبعا تحكي لنا عن واحده من المواقف اللي صارت معنا في هذا الموضوع. صار كثير مو يعني احيانا بتروح السياره عن الوكاله اكتيتها بكون خالص ضمانه يعني مو مجدد ضمان صحيح يضطروا انه مثلا اذا الماكينه فيها اي مشكله يغيروها ما يصلحوها صحيح وبيعطوه اسعار خيالي يعني نعم سعر الماكينه وهي هذا سعرها يعني هذا حقها فعليا صحيح فبيضطر الزبون يسحبها ويجيب لي اياها انا برجع بصلح له اياها هي نفسها. نعم استاذي كلمه محمد بن راشد او كلمات الشيخ محمد بن راشد دائما مذكوره في بالنا وبتضلها في دائما في مخيلتنا بتودينا للطموح بتعطينا حافز دائما انه احنا نتطور. كلمة الشيخ محمد بن راشد المعروفة انه لازم احنا نتميز بالرقم واحد. لو بدي اسأل الاستاذ فادي الازهران ايش رقم واحد داخل الازهران؟ رقم واحد هي المصداقية والمصداقية هي اللي بتوصلك للنجاح. نعم يعني مصداقيتنا هي رقم واحد في الازهران في داخل هذا المكان. استاذي توفيق دائما من رب العالمين وهذا الاشي مفروض منه كبير. وبعد رب العالمين احنا في دولة خصبة ان هي تتوفر فيها مراحل النجاح والتطور خلينا نحكي بعد رب العالمين وبعد دولة الإمارات مين صاحب الفضل على الأستاذ فادي اللي وصله لهذه المرحلة ولهذا الكرسي اللي هو قاعد عليه خلينا شريكي صلاح المزروعي. صلاح المزروعي تحية للأستاذ صلاح المزروعي من أسرة فريق نبض الاتحاد. أستاذ الإمارات حلم والإمارات مكان كل الناس عم تتمنى تيجي عليه، مكان كل شبابنا، نسائنا، رجالنا من خارج الدولة طموحهم يجوا سواء باحثين عن عمل أو أصحاب عمل أو موظفين أو حتى سياح. بدنا كلمة أو نصيحة من السيد فادي لهدول الأشخاص اللي جايين لهي الدولة. نصيحة يعني أي إنسان عنده خلفية عن عمل أو خلفية عن مهنة بيلاقي نجاحه بيلاقي حاله بدولة وبيتطور بسرعة. نعم أستاذي في سؤال أنا قبل ما أسأل أو أختم البرنامج. أنواع السيارات اللي إحنا منتاجر فيها واللي منصدرها على خارج الدولة إيش هي؟ بحكم عملي هن السيارات اللي بصدرها لخارج الدولة هن من البورش والأودي الفراري اللامبورغيني الرنج. إحنا لما نحكي خارج دولة الإمارات إيش أكثر الدول اللي عم تطلب منها؟ الأكثر الدولة بيطلب من عندي بيجوا من عن طريق عمان. نعم وبيجوا من السعودية ما شاء الله. أستاذي ختاما دولة الإمارات دولة شعب وحكام دولة أمن وأمان خلينا نحكي. نعم. هاي الدولة اللي تأسست من عهد الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه الشيخ زايد اللي زرع بذرة في هاي البلد وأبناء زايد أبناء زايد اللي عم بيمشوا على خطى والدهم اللي عم بيخطفوا ثمار والدهم وعم بيزرعوا ثمار جديدة لأبنائهم ولأبناء أبنائهم. إيش بنحكي لهذه الدولة أو إيش الأزهران بتحكي لدولة الإمارات وشيوخ دولة الإمارات؟ بنحكي الله يديمهم ويخليهم لهالبلد العظيم وهالتطور وهالنجاح اللي عم يصير بالإمارات هالشيء الواحد بيتفائل إنه يصل بيزرع لك هدف ببالك. نعم. إنه تصل وحكام دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات قمة من الأخلاق. صحيح قمة من الأخلاق. نعم وكتير متساعدين يعني مع المتغربين كتير متساعدين معهم سواء بالدوائر الحكومية ولا سواء بالشارع ولا وين ما كان. نعم أنا بوجه لهم كل التحية لحكام الإمارات لشعب الإمارات والله يديمون لهالإمارات إن شاء الله. ما ننسى فضل الشيوخ علينا بداية طبعاً. الشيخ خليفة بن زايد خليفة بن زايد والشيخ سلطان والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات جميعا. نعم أستاذ فادي فريق نبض الاتحاد بتشرف كثير بزيارته لإلك بزيارة الأزهران السيارات. إن شاء الله تضلنا في النجاح والتطور اللي أنت فيه والمصداقية اللي أنت فيها بصراحة
احنا ما قدرنا نكون في مصداقيتك وتاخرنا عليك شويه في الوقت لحتى توصل لنا كمان. استاذ فادي اهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز علينا، وان شاء الله ضلك مستمر بالتطور والنجاح. يخلي لي اياكم، انا بشكر اذاعتكم وبشكر فريق العمل. الحمد لله. والهي يا ربي يجعل ايامكم كلها نجاح بنجاح ان شاء الله. واحنا كمان نتشكرك انه اخذنا من وقتك، وان شاء الله بتكون واحد من الناس اللي اوائل على مستوى الكل. يخلي لي اياك يا رب. اهلا وسهلا.